اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. هنعمل النهارده كشك باللحمه وهنعمل كمان شعريه باللحمه. تعالوا نشوف، هنبتدي بالكشك الاول. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. هنحتاج مرقه لحمه، انا سلقه اللحمه ودي الميه بتاعتها او الشوربه بتاعتها، وكوبايه لبن، سمنه وبصل ونعناع ودقيق وبصل مفروم وكوبايه زبادي. هنحتاج السمنه، هنسيب حته صغننه خالص عشان نشوف هنعمل بيها ايه. هنحط الدقيق، ونقلبه كويس قوي. واصلا عشان النار سخنه جدا جدا داب يعني على طول. هنحط بقى دلوقتي اللبن، هنحط نص كمية اللبن ونشوف بعدين لو احتاجنا تاني نبقى. ونحط المرقة، نحط واحدة كمان، ونقلبه كده. بعدين طبعا هنبتدي نقعد نقلبه بايه، بالمضرب بتاعنا عشان ما يكلكعش. نفتح بقى النار دي عشان نشوف محتاجينها في ايه. هنجيب السمنه دي كده ونحطها هنا، وهنحط شويه شرايح. ثواني بس اشيله كده عشان ايه، هحط شويه شرايح وشويه مكعبات. اقلب كده، ريحته حلوه ولسه ما عملناش حاجه بس هي ريحته حلوه. نحط شويه فلفل وملح، نجيب بقى دي كده عشان ايه نضمن انه ما يكلكعش. وده عايزين يبقى لونه ذهبي زي كده، عارفين البصل بتاع الكشري بس يعني افتح شويه بسيطه. عقبال بقى ما دي كده تتعمل، هنجيب اللحمة دي انا سلقاها، اقطعها بس كده ايه اقلب برضو البصل بس مش عايزاه ايه يتحرق. عادة احنا بنعمل الكشك يعني ناس تعمله سادة وفي ناس بتعمله بالفراخ، انا قلت المرة دي يعني اعمله باللحمة وان شاء الله يطلع طعمه حلو. كده تمام، لسه شوية على البصل. بص على ده كده، هحط بقى اللحمه فيه واقلبه كويس قوي. بعدين حاسه ان كده كفايه، ممكن نحط البصل.
كده. نقلبه كده اخر تقليبة. ايه رأيكم عقبال ما الكشك بس يكمل سواه نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه؟ خليكم معايا. رجعنا تاني، انا استنيت بس الكشك لحد ما يغلي، هو كده خلاص تمام. نبتدي بقى نحط عليه ايه اخر مرحلة؟ لا دي المرحلة الاخيرة، يعني مش الاخيرة قوي. هنحط كوباية الزبادي دي عشان بيخليه مزز، ونقلبهم كده كويس قوي. بعدين هقوم حطاه بقى في طبق التقديم، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه في الاخر، بس عايزاه يجمد بس شوية. لما حطينا عليه الزبادي يعني ريحته فعلا حلوة قوي. تمام كده، نبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل شعريه باللحمه. دي شعريه، ده نص كيس شعريه وسمنه ولحمه مسلوقه وتوم وبصل. دي اصلا هنحتاجها في حاجه تانية هوريها لكم دلوقتي. هنجيب السمنه بتاعتنا، لا دي احطها كده، وهجيب اللحمة المسلوقة هنزلها عليها، والثوم انا يعني عايزاه كبير لحد ما، ف يعني بس التومية ممكن اقسمها تلاتة. دي لما يبقى عندنا لحمة مسلوقة، في ناس مش بتحب اللحمة المسلوقة خالص، ممكن نقوم عاملينها كده. ونجيب بصل ونحطه كده، نقلبها بقى كويس كده قوي. وبعدين نشوف هنعمل ايه. هنفتح النار على دي، هسخنها كويس قوي. هنتبل دي بس بالملح والفلفل، مش محتاجين حاجة تانية خالص. شوية ملح وفلفل. اول بس ما احس انها اتشوحت كويس قوي هحط لها بس شويه مرقه، حاجه بسيطه. دي بقى انا مستنياها لسه شويه. دي انا بحطها من غير اي ماده دهنيه عشان احنا لسه هنحط المرقه وكده، فمش محتاجه، واصلا بتتحمص حلو قوي من غير اي حاجه. هنسيبها كده شويه بس نتابعها، اهم حاجه نتابعها. كده دي كده تمام، نحط لها بقى شويه كده صغننين قوي، نسيبها ايه، نسيب الصوص بتاعها يتقل شويه.
كده خلاص الشعرية اتحمرت، نعمل ايه بقى؟ نحطها هنا اهو كده اهو. نقلبها كويس قوي. نحط عليها بقيه المرقه ونسيبها ايه لحد ما الشعريه تستوي. شوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. نحطها هنا كده. هنجيب طاسه صغيره، نحتاج بقى معلقه السمنه وده النعناع. اللي علمتني الصوص ده اللي بيتحط على الكشك جدتي بصراحه، يعني دايما بنحط بصل. من ساعة بقى ما دوت وانا اصلا بقيت اعمله على طول كده. حط بقى شوية فلفل اسود، بصوا اصلا النعناع ساح ازاي، بيدي طعم حلو قوي. نجيب بقى طبق الكشك كده استنى بس يغلي غلوة بالظبط كمان. وللأسف لازم له سمنة يعني زيادة شوية عشان يدينا الصوص ده، يعني لو قللنا السمنة مش هيدينا النتيجة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. كده حاول ادخله من جوه. اوكي وكده يبقى الكشك بتاعنا خلص بالنعناع، كشك باللحمه وذوقناه بالنعناع. نجيب بقى الطبق بتاعنا ده، ممكن لو عايزين تدخلوه الفرن ممكن يدخل الفرن وممكن يتاكل كده يعني براحتكم. واحدة كمان هنا كده وكده يبقى خلصنا حلقة النهاردة. عملنا لحمة محمرة بالشعرية وعملنا كمان كشك بالنعناع. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.